احنا اليوم بدنا نعمل اشي ذاك كتير مالك تخنق يا ماي تخنق كتير بشغل الطنجي مشغل أمل؟ نعم. شو يا أمل كنت بتعملي؟ كنت هوس الفحم عشان يوم نعمل شكل جاي كبار. أمل طب في كم دخلة وانت بتعملي؟ في كتير حس أنا كمان كنت متخارج من الدخلة. أمل يلا نروح نحضر الفطرة. يلا. لأنه عدوا قد. تعالي نستنى يا أختي ماما عشان تعمل لنا الأكل عشان تعمل لنا يلا إيش ماما بدها تعمل أبصر؟ أنا كنت شايفها بتعمل جاج كباب وشيء طاووق وكل إشي لازم ننادي لها ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما الحقيقة يا ماما الحقيقة يا ماما لا مالها هيك سيك فعلا راحت يا ماما هيك طب وش كانت عاملة هي كانت بتهوى في الفحم يا ماما هذا بكون اجى اسعى على صدرها او خنقة بدي اروح اوديها على الدكتور يوم فيش غير يا ماما بنتي اشمعنى يا اختي انا بقلب يا دكتور مش عارفه من الدخل خليها ابعد عنها راسها بلش يبدا التنفس بسرعه يا دكتور عندي جنا بنتي كثير يا دكتور هي راسها شويه لا ما تخاف عليها ان شاء الله هذه من ايش قلت هذه؟ كانت بتهوى بالفحم لو نجا على صدرها هيك حست بالاختناق يعني آه. ان شاء الله هيك مع التنفس هذا بس بتحسن صدرها ان شاء الله بس خليها شوي عبال ما تحرق حالها ابدا عليها شوي خلينا بس نشوف النبض كيف وراء عندها ان شاء الله النبض كويس ماما ان شاء الله هي صارت تتكلم الحمد لله يلا خلينا ابعد عندها تعالي مسكي هيك عبال ما نشوف ايش عندها مسكي ايدها خلينا نجيب لها الاكسجين الحبن ان شاء الله نجيها حبن يلا خلينا عمال ما دام تحسنت خلينا نرفع عنها جهاز التنفس الحمد لله وبدنا نديها الحبن ان شاء الله تتحسن اكثر يا رب خلص يلا خلينا نديها الحبن خفيش يا بنت مسكينة ما تخافي كفاية يا بنت يلا خلصنا يلا ألف سلامة عليها قاعديها يلا طبعا احنا قلنا لك بدنا ننصحك نصيحة ان البنت هذه ما تخليها ثاني مرة تقف عند الفحم وتقعد تمشي الفحم عشان الدخان بتاع الفحم بتأثر ايش؟ تبو القصبة الهوائية والجهاز التنفسي وبصير عندنا زي الاختناق فهذا أول مرة وآخر مرة تخلي بنات صغار يقعدوا ايش؟ عند الفحم أو يمشوا الفحم عشان ايش؟ تحافظ على الجهاز التنفسي من الغبار والدخنة اللي تيجي إن شاء الله شكرا لك يا دكتور كتير الله يسهل عليك مع السلامة ودير بالك على بنتك الحلوة إن شاء الله